الرسم من الفنون الجميلة جدا، واللي الحقيقة بنلاقي في ناس بتبدع فيه، يعني في ناس بترسم بالرملة، ناس بترسم بأدوات مثلا الحبر بالألوان، لكن بالقهوة الحقيقة جديدة مع الفنانة اللي موجودة معانا النهاردة إسراء حسنين. هي موهبة في الرسم بالقهوة، بتحب الرسم من سنين طويلة، لكن بدأت ترسم بالقهوة من 5 سنين وبقت متفردة في هذه النوعية من الرسم على مستوى مصر كلها، وده اللي ساعدها انها تشارك في معارض كبيره. هنعرف منها اكتر بقى تفاصيل هذا النوع من الفن، ونتكلم عن المعرض كمان وعن لوحاتها المميزه اللي كلها بالقهوه. صباح الخير، يومك سعيد. صباح النور. يومك سعيد يا فندم. ربنا يخليك. طب حضرتك بتحبي الرسم؟ ايوه. ليه فكرت انك ترسمي بالقهوه تحديدا؟ بحب التفرد عموما، يعني انا لما باجي ارسم ما بحبش ان ارسم بحاجه ان حد استخدمها قبلي، فكنت حتى لما بدات ان انا ارسم من صغري كنت اجيب البوائل الاكل اللي فايده مني، شويه جرجير مش عارفه ايه، اروح عامله بيهم شكل على طبق كده يعني. ف لما جيت اتجهت حتى للرسم في بدايتي خالص، كان مثلا استخدم الوان الحبر، مش كنت استخدم الاقلام العاديه اللي هي الوان الخشب، لا كنت استخدم الوان الحبر، الوان برونز كده يعني. احب ان انا اعمل حاجه غريبه متميزه شويه. بداتي في القهوه من 5 سنين، الفكره جت معاكي ازاي؟ بالصدفه ولا قعدتي تدوري على افكار مختلفه؟ يعني احكي لنا اكتر. لا، هي انا كنت شفت بالفعل رسومات القهوه لما ظهرت من زمان، فكانت بتشدني وكنت بستغربها، اللي هو ازاي يعني، اللي هي السؤال اللي بيسال لي حاليا، ازاي القهوه يترسم بيها سايله وكده. لحد لما جيت في 2020، وساعتها بالصدفه هو يعني الكوبايه دلقت مني، فقلت طب ما اجرب. لقيت لونها بصراحه، يعني لونها اثرني بمعنى اصح، بحب اللون البني جدا ودرجاته، فقلت لا، هي ان انا حابه النظام ده وهكمل فيه. كل اللوحات اللي معانا النهارده يعني كلها بالقهوه، مفيش اي حاجه تانية داخله فيها الوان؟ لا. ميه، الوان جواش، اي نوع من انواع؟ لا، حتى الالوان انا مستخدمها الوان طعام يعني، والالوان، وفي الوان تانية من مية بقدونس، من حاجات، كلها حاجات طبيعيه. طبيعيه بالظبط، لازم تكون حاجه من الطبيعه، ما تكونش حاجه صناعيه. تمام. طيب الفكره نفسها، ما هو يعني حضرتك قلتي كده في وسط الكلام ان انت بتشربي وقعت منك فعجبك الالوان بالزبط، فبداتي ترسمي. طب ازاي اصلا يعني مثلا بتخففيها بميه، بتحطيها ازاي؟ يعني هي يعني اللي عاوز يرسم بالقهوه بيجرب يعني. هي بتكون زي القهوة اللي أنا هشرب بيها عادي العادي، بس بكون مثلا مزودة فيها كمية القهوة شوية، بحيث أنها تكون اللون مشبع فيها، مش أن يكون لونها خفيف. يعني أنت بتاخدي البواقي بتاعت القهوة نفسها ولا المية؟ لا، بعمل قهوة مخصوص كأني هشربها، بس بتكون كمية القهوة فيها كبيرة، واسيبها بقى تستوي كده براحتها لحد لما تستخلص اللون بتاعها كله، وتبقى ميه زي ما هي عادي، وبستخدمها بقى كاني عامله زي الوان الميه بس سايله اكتر يعني. وبتفتحيها وتغمقيها على حسب الرسمه حسب اللي انا عايزاه. تفرضي عملتي لون مره وطلعت درجته يعني صعبه ان انت تكرريها، بتتصرفي ازاي؟ ولا ما حصلتش معاكي؟ لا، ما لما بتحصلش، لان لما باجي اعمل اللون عموما بكون عارفه انا استخدمت ايه، انهي نوع، لان انا عشان برضو يعني حصل لي كذا موقف كده في انواع القهوه، اذا هي بقى اذا كانت فاتحه محوجه، فاتحه غامقه، لا محوجه دي مش قوي، بس هي الفكره في انها لو فاتحه او غامقه او ناعمه او خشنه، لازم تكون فاتحه وناعمه. وانت بتستخدمي بقى سريعه الذوبان والتركي وكل بالزبط. الانواع اللي ممكن تفرق يعني. كل واحده في لون. ايوه، يعني اللي هي سريعه الذوبان دي بيكون الوان، يعني انا بكون بخليها زي ما هي خام، يدوب تكون سايله حاجه بسيطه جدا، لما اجي استخدمها بقى ان انا اقعد ادرج منها اكتر من درجه، يعني حوالي 10 درجات. انما القهوه بتبقى هي لونها ثابت، اللي هو مثلا لو انا عايز اعمل لون دريس، عايز اعمل لون ارضيه، لو عايزة أخففها بخففها بمية، بس ما بتدينيش فبتدي اللون الأصفر أو اللون. أيوة. البيج اللي احنا شايفينه. أيوة. لا، اللون الأصفر ده الشاي، اللي هو اللون الفاتح خالص ده اللون شاي. العاجي يعني شاي موجود في الموضوع. أيوة. اللون العاجي ده كل شاي. المنبهات. كل المنبهات في الرسومات. طب لو طب الأخضر ده منين؟ بس عشان عندي فضول. الأخضر ده مية بقدونس، واللي هو تحسه زي بارز كده ده جوزة هند، وأنا صبغها بلون أخضر. تمام. طيب هو لو جيت شويه ميه على اللوحه تبوظ؟ لا، انا رش عليها حاجه بتعمل عزل تام، ما بيحصلهاش اي حاجه. تمام. انت علشان تعملي لوحه بالحجم ده بتستهلكي قهوه قد ايه؟ كتير كتير.
كتير ومجهود كتير. يعني دي الرسمة دي بالذات دي أول مرة نعمل رسمة أصلا بالحجم ده وبالتفاصيل دي وبالدقة دي، فدي خدت مني 15 يوم أقسم. 15 يوم ما بين أنك يعني ينفع نقول بتخمري القهوة علشان يطلع اللون؟ لا مش بخمرها، هي أنا يعني بعملها يعني بتعمليها في يومين؟ لا بعملها في يوم، هي يوم. بتعمل يوم يوم تجهيزها، والنسكافيه برضو تجهيزه، قصدي سريعة الذوبان، الذوبان برضو تجهيزه بياخد يوم، لان لما بعمله بسيبه عن يعني بيكون يعني خام شويه سايل، بيكون في برطمان كده لازم احطه في زي حمام ميه واسيبه بقى عشان يطلع الفقاقيع اللي فيه ويستوي برضو. يعني تجهيز اللون نفسه بياخد وقت، بياخد وقت ومجهود. طب الورق نفسه بقى او الخام اللي بترسمي عليه؟ لا ده كانفاس، ده اللي هو القماش اللي بيكون معمول عليه زي كده ان هو يترسم عليه علشان ما يروحش ميه تيجي يبقى كل القهوه كل راحت في الموضوع. لا هو اصلا لما هاجي ارسم عليه من غير العزل اللي بيكون فيه مش هيترسم اصلا، كل حاجه بقى تروح في الالوان هتدخل في بعضها، مفيش حاجه تمتصها بالظبط، هتروح ممتصها وتروح بقى حصل يعني ما ينفعش ترسمي على كرتون او على ورق. لا برسم على ورق برده بس بيكون برده نوع معين، اللي هو لازم يكون السمك بتاعه عالي ويكون برده فيه نسبه التشبع فيه قليله عشان ما يشربش اللون القهوه. لو شربت نسبه التشبع فيه عاليه مش عاليه، اللي هو بصي يا دوبك احط اللون يشربها فما ابص ما الاقيش اللون، مش هيوصل للمرحله اللي انت عاوزاها، خاصه انك بترسمي بحاجه واحده بتعتمدي على تدريج الالوان تخفيف وتتقيل. بس انا ملاحظ الفراعنه غالبين على انا بعشقهم. انا بقى فعلا بعشقهم. بتحبي الحضاره المصريه القديمه، بتروحي بقى متاحف وتشوفي الرسومات وتحاولي لا نفسي اروح بس ما روحتش. امال بترسمي من خيالك يعني؟ بدور على ريفرنس، يعني بدور على صور كتير، اعمل تغذيه بصريه يعني لنفسي، بعد كده بقى كاريه الفكره من دماغي بقى، اللي هو انا هعمل كذا احط كذا اودي كده. يعني اللي شايفينها دي تقريبا بناء الاهرامات؟ لا دي بناء مصر القديمه عموما كلها. يعني دي دي مرحله ان الحجاره جايه على المراكب الشمسيه الكبيره اللي فيها بلبول وفيها. ما هو انت شايفه اولا؟ انا مش انا شايفه بالجنب برضه يعني، ما انت بس في جمال كمان ما هي الجمل ده اللي هو بقى الناس اللي جايه عشان تشتغل، وتحت هتلاقي مراكب الشمسيه وهي جايبه الحجاره والناس وهي بتنقلها وناس تحت وهي بتكسرها واللي بيقيسها وهي بتطلع على الهرم عشان تتبني وبلبول وابو الهول برضو هو برضو محطوط عنده سقالات. التفاصيل ده تخيل من دماغك انت للاحداث بالزبط. يعني طيب انت اما هتعملي لوحه زي ديت بتحتاجي قد ايه قهوه وبتجهزيها كلها قبل ما تبداي رسم اللوحه؟ يعني تبقي محدده كده انا هستخدم كميه قد كذا علشان تعملي الالوان الى حد ما ثابته، ما تقعديش تخلطي تاني او كده؟ بالظبط لازم اكون عارفه، انا عموما بكون عارفه الرسمه بتاخد قد ايه، ف برضو بكون عاملة كمية بزيادة عشان ساعات مثلا الخامة اللي أنا هرسم عليها ساعات تخني ما تبقاش يعني بالتشبع اللي أنت متصوراه فتشرب مثلا تشرب اللون شوية. اللون يتغير، لكن الحمد لله ربنا نصرني المرة دي. الحمد لله. اللوحات دي كانت للمعرض صح؟ بالظبط. احكي لنا بقى عن المعرض وكواليسه وتفاصيله، والناس في المعرض استقبلت فكرة الرسم بالقهوة دي ازاي؟ هو كان المعرض كان بدايته تجهيز الدريس وفكرة الدريس، وان انا عايز اعمل حاجة تكون فرعونية، ان انا عايز كنت اقول له عايز ادخل نفرتيتي عليك كده. وفكرة المعرض كانت عموما عن السياحة، فانا قلت بس يعني انتوا جيتوا في الحتة اللي انا بحبها، فقلت ان انا هعمل الفكرة عن تكوين مصر القديمة والتانية تكون عن يوم التتويج. بتعملي بورتريهات كمان بالقهوة؟ ايوه احنا هنرجع للمعرض تاني بس اللوحه شدتني أيوة. جدا حسب يعني. الطلب بس يعني برضو الالوان والبشره ودقتها برضو يعني حلو جدا يعني. هي نفس فكره انك بترسمي بالرصاص ايوه بس هي بالقهوه. هي نفس الفكره انك برصاص قلم واحد لون واحد وتغير الدرجات بالظبط كده. انت بتتمرني على الشغل ده وقت قد ايه؟ ولا هي يعني اما حد يجي يقول لك مثلا ارسميني فانت سهل كده في نفس اللحظه؟ والله العظيم اول مره انا ارسم اصلا شخص كانت الموناليزا اساسا. انت جاي على اصعب او اشهر اصعب رسمه في الكوكب اساسا. طب عملتي عينيها دي والنظره المحيره اللي عينيها بالقهوه ازاي يعني؟ بصي انا بقيت قاعده عماله انا ابص لها، انا اصلا ابص لها منين؟ عماله ابص لها اجيبك ازاي وانا اول مره ارسم اصلا بورتريه في حياتي، وانا اصلا مش واخده كمان كورسات ومش يعني مش متعلمه الاساسيات الرسمي، فبقيت قاعده بقى عماله اجيبها كده بصي انت هتترسمي خلاص. انت هنا بقى رسمه بالفنجان نفسه ده سكر؟ لا ده حاجات احنا بنسميها تصوير ابداعي، اللي هو بستخدم
خامة مختلفة ونعمل بيها شكل، أعمل بيه صورة. ده رز وكوبايات قهوة كده كأنه عينيه كده بقى الاكل ويشرب القهوه يعني. بالظبط. انت دي كنت مشاركه بيها في المعرض ولا المعرض كان كله سياحي؟ لا دي حاجات بعملها كافكار بنزلها عندي يعني، مش دي مجرد هي وقتيه ان انا اعملها اصورها وخلاص بتتشال، ما بتكونش ثابته اسمها دي تفكير. مش ممكن مثلا انها تتثبت يعني؟ ده لو عايزه اثبتها ثبتها باللزق زي ما بتعملي. يعني ممكن، بس هي الفكره في كوبايه القهوه هثبتها ازاي؟ ومش هينفع انها تتحط في برواز فهتبقى غريبه. إسراء، هو اللوحة محطوطة في مكان ولا الكراسي دي انت رسماها كمان؟ لا دي انا مركباها على صورة كده كأنها ديكور. حلو جدا برضو. يعني دي كانت تنافر مصر القديمة، عمر الشريف وفاتن حمام من شوكولاتة. بشوكولاتة؟ لا ده في منتجات يعني، في حاجات كتير. ده مش بس قهوة، ده بالحلو كمان. انت مكلفة قوي في رسمك يا إسراء. يعني طيب نرجع للمعرض، استقبال الناس لفكرة الرسم بالقهوة وبالشوكولاتة وبالخامات الطبيعية دي كان ازاي، وتجربة انك تقدمي لوحاتك في معرض؟ وانا شاركت في معارض كتير قبل كده. المعرض الاخير ده هو كان كنت مشاركه فيه، وكنت ان انا عايزه نعمل حاجه مختلفه وما اتعملتش قبل كده، فقررت ان اعمل الفكرتين دول. الحمد لله يعني لما شاركت هو الواحد ربنا يعني نصره في اراء الناس اللي كانت مشاركه، انما كان معرض لا. هو كان بصراحه كل الناس لما شافوا الرسومات ما كانواش مستوعبين، وكلهم بقى ازاي وبالقهوه ازاي، والناس مش مصدقه. قلت لهم والله انا حاطه لكم قهوه مطحونه اهي عشان تصدقوا.